مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. بينضم لي في هذه اللحظات استاذ محمد دردير الناقد الرياضي بوكاله انباء الشرق الاوسط. استاذ محمد منورنا ومشرفنا. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي. تمام الحمد لله. يعني في امور كتير جدا عايزين نتكلم فيها بتحديد النادي الاهلي مباراته النهارده. خليني اقول لكم ليفربول بتلعب برايتون حتى الان النتيجه 1-0 بهدف محمد صلاح من ضربه جزاء. نتمنى له المزيد من الاهداف ان شاء الله عشان بينافس على هداف البريمير ليج. نبتدي بالنادي الاهلي. شايف المباراه النهارده ازاي ومدى صعوبتها امام فريق بيتا كلوب الكونغولي في بدايه طبعا دور المجموعات؟ اكيد طبعا مباراه مهمه جدا وفي نفس الوقت صعبه جدا في بدايه المشوار الافريقي للنادي الاهلي. شفنا السنتين اللي فاتوا النادي الاهلي ما قدرش يوفق انه يحرز البطوله ووصل المباراه النهائيه. اعتقد السنه دي في تركيز كبير انه يحقق البطوله. يمكن صعوبه المباراه ان هي امام فريق كبير فريق قوي وصيف الكونفدراليه السنه اللي فاتت. بالظبط. من الفرق القويه جدا في افريقيا. اعتقد ان شاء الله ان الاهلي يكون بدايته جيده النهارده يحقق الانتصار يبقى انتصار معنوي وانتصار مهم جدا في بدايه مشوار الافريقي ويتصدر مجموعه من بدايتها. شيء مهم جدا يمكن برضو السنتين اللي فاتوا ان الاهلي في اول مباراه ما حققش نتيجه ايجابيه كان التعادل ما قدرش يحقق الفوز. التركيز مهم جدا في مباراه النهارده انه يحقق الانتصار يبقى متصدر المجموعه من بدايه المباريات يعني. تمام. توقعاتك للتشكيل احنا خلاص ساعات والمباراه تنطلق يعني دلوقتي الساعه 6 و10 المباراه الساعه 9 يعني اقل من 3 ساعات المباراه تنطلق. توقعاتك للتشكيل ايه؟ يعني يمكن التشكيل النادي الاهلي في الفتره الاخيره يعني مع الاضافات الجديده في النادي الاهلي في الفتره الاخيره هيكون في تواجد كبير ليها. يمكن التشكيل زي ما قلنا هيبقى الشناوي في حراس المرمى كالمعتاد. هيبقى في محمد هاني على الجبهه اليمنى وهيبقى علي معلول في الناحيه الشمال يعني. تمام. هيبقى في المدافعين غالبا ايمن اشرف وهيبقى جنبه الوافد الجديد ياسر ابراهيم. تمام. اضافه قويه للنادي الاهلي. يبتدي النهارده. يمكن في خط النص شويه اعتقد هيبقى هشام محمد وجنبه برضو عمرو السوليه يمكن هم الاقرب في الفتره الاخيره في ثبات في التشكيل في الحته دي. قدامهم ممكن يكون حسين الشحات طبعا وعمر جمال المهاجم الوحيد هيبقى جنبه. عمرو جمال مش موجود في اقصد مروان محسن المهاجم في الفتره الاخيره الوحيد اللي متبقي. تمام. بعد الاصابات الكثيره في النادي الاهلي. مروان محسن هيبقى موجود هيبقى جنب حسين الشحات وليد سليمان. وليد سليمان وناصر ماهر. اعتقد ان وليد سليمان بخبرته شويه ممكن يكون هو الاقرب لبدايه المباراه. بجانب طبعا رمضان صبحي. ورمضان طبعا الاضافات الجديده زي ما قلنا سواء رمضان او حسين الشحات او ياسر ابراهيم هيكون ليهم تواجد كبير في النادي الاهلي الفتره اللي جايه تعويض الغيابات والاصابات اللي كانت بشكل كبير الفتره الاخيره في النادي الاهلي. الافضل ان النادي الاهلي يبتدي بالصفقات كلهم مره واحده النهارده يعني ثلاث لاعبين يكونوا متواجدين في المباراه بشكل اساسي من بدايه المباراه ولا يتم يعني اقحام اللاعبين بشكل تدريجي خصوصا في بطوله كبيره زي بطوله دوري ابطال افريقيا؟ طبعا ترجع لرؤيه الجهاز الفني اكيد هو الادرى لكن انت رؤيتك ايه؟ اكيد طبعا الجهاز الفني هو ادرى بالنقطه دي ولكن اللاعيبه دي عندها خبره كبيره ان هي تعوض النقص الكبير الموجود في صفوف النادي الاهلي الفتره دي. ياسر ابراهيم لعيب خبره برضه فنادي سموحه وطبعا حسين شحات خبره كبيره جدا طبعاً. ورمضان صبحي ابن ابناء النادي الاهلي هو مش غريب عن النادي الاهلي اكيد طبعا هيكون ليه تواجد ويكون ليه دور كبير في المباريات في الفتره اللي جايه. اعتقد ان الثلاث لعيبه دي وفي المراكز دي بالذات النادي الاهلي محتاجه في الفتره دي هم الانسب. طبعا هم الانسب للعب في المراكز دي في الفتره دي. هيكون ليهم دور كبير في المباراه وفي الفتره اللي جايه في النادي الاهلي هيعوضوا غيابات كثيره سواء في الاصابات او الفتره اللي اكيد النادي الاهلي كمان هيشهد بعض التغييرات في اللاعبين الفتره اللي جايه في بعض اللعيبه هتخرج من النادي في برضه هيبقى لسه في اضافات ثانيه. اعتقد ان هم دول الانسب ان هم يعوضوا الغيابات الموجوده في النادي الاهلي الفتره الحاليه وعندهم خبره كبيره ان هم يعوضوا الغيابات دي. لكن تواجدهم واضافتهم مهمه جدا في مباراه اكيد طبعا بدايه المباراه اكيد لان النادي الاهلي محتاج ثلاث لعيبه في الثلاث مراكز دول بالذات يعني محتاجهم بشده في الفتره الاخيره. اعتقد انهم هيكونوا اضافه كبيره للنادي الاهلي الفتره اللي جايه. ممكن نشوف النهارده سليف كوليبالي في المباراه خصوصا على الكلام اللي هو قاله ان دي اخر مباراه بالنسبه لسليف كوليبالي واللي اكيد يعني شارك في دقائق ومباريات كثيره مع النادي الاهلي خلال الفتره الماضيه وادى بالشكل الجيد لكن بسبب يعني القائمه الافريقيه او قائمه اللاعبين الاجانب لازم تبقى اربع لاعبين بس. ممكن النهارده نشوف اخر مباراه لسليف كوليبالي. ممكن دي طبعا ترجع لرؤيه الجهاز الفني في النهايه يكون ليه دور في خصوصا دي اخر مباراه ليه مع النادي الاهلي. ولكن اعتقد ان في حاله ان دي هتكون اخر مباراه اعتقد ان يبقى في لاعب اخر هو عشان ياخد حتى يكتسب خبره المباريات الافريقيه سواء ايمن اشرف بيبقى موجود وبيأدي في المكان ده بشكل جيد يكون هو الافضل انه يبدا بيه المباراه عن كوليبالي. طيب
البعض بيتكلم عن رمضان صبحي والمباراتين اللي لعبهم بشكل اساسي وبشكل كامل مع النادي الاهلي طبعا، سواء مباراه بيراميدز او مباراه سموحه. تقييمك الى اداء رمضان صبحي حتى الان مع النادي الاهلي بعد عودته من تجربه احتراف في هدرسفيلد وستوك سيتي الانجليزي؟ اكيد طبعا رمضان صبحي ابن ابناء النادي الاهلي مش غريب على الفريق، وجوده مؤثر جدا في النادي الاهلي. يمكن بعض الناس كانت قالت انه هيبقى مش بنفس مستواه، متاثر بوجوده على دكه الولاء بشكل كبير الفتره اللي فاتت مع فريقه الانجليزي. اعتقد ان رمضان لا، احنا شفنا مستوى جيد جدا في المباراتين اللي لعبهم، كان لعيب مؤثر مع النادي الاهلي، لمساته جيده جدا، بيودي اللعيبه على الجون، مهم جدا، لعيب قوي. لا رمضان مؤثر وظهر بشكل ايجابي مع المباراتين الاخرتين للنادي الاهلي. اعتقد انه كمان هيكون له دور في الفترة اللي جاية بشكل كبير مع النادي الأهلي لنهاية الموسم، وحتى في مباراة النهاردة هيكون له دور كبير مع النادي الأهلي هجوميا. أعتقد أن رمضان قادر أنه يخوض النادي الأهلي الفترة اللي جاية للمزيد من الانتصارات يا رب إن شاء الله. طيب بالنسبة لحسين الشحات وانتقاله للنادي الأهلي، كان في ضجة كبيرة جدا وكلام كتير جدا، لاعب جاي لاعب مش جاي، العين وافق العين رافض، في الاخر خلاص يعني تم استقرار ان اللاعب متواجد في النادي الاهلي، واحنا شايفينه هو على الشاشه طبعا في المعسكر الخاص بالفريق قبل انطلاق المباراه اليوم. اللغط الكبير والكلام الكتير اللي كان على حسين الشحات ده ممكن يحط عليه ضغوط كبيره، ممكن ما نشوفش حسين الشحات بالمستوى اللي احنا منتظرينه النهارده، ولا شخصيه اللاعب هي اللي تتحكم في هذا الامر؟ اكيد طبعا هيبقى في ضغوط شويه على اللاعب، الناس كلها مستنيه تشوف حسين الشحات هيعمل ايه مع النادي الاهلي، ولكن برضه في نفس الوقت اللاعب عنده خبره، شارك في كاس العالم للانديه، لعب لعب مع منتخب مصر، لعب مع نادي العين الامارات في بطولات كتيره. اعتقد ان شخصيه اللاعب تقدر تخليه يتخطى الضغوط اللي هيبقى عليها اللاعب في الفتره الحاليه. الناس كلها مستنيه تشوف حسين الشحات، يعتبر اغلى صفقات النادي الاهلي الفتره الاخيره. اعتقد ان حسين الشحات لا عنده من الخبره انه يعوض النادي الاهلي في الفتره اللي جايه، وانه يتخطى الضغوط اللي موجوده عليه في الفتره دي. طيب خلينا نروح ناخد مداخله هامه جدا مع استاذ نادر شوقي وكيل اللاعبين. يا استاذ نادر مساء الخير على حضرتك. مساء النور يا حضرتك، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ سامعني؟ الو يا كابتن نادر. أنا سامعني تمام. طيب احنا عايزين نطمن طبعا من خلالك بما انك وكيل اللاعبين وبالتحديد وكيل اللاعب محمد محمود لاعب النادي الاهلي، وللاسف تم اصابته او تعرضه للاصابه بقطع في الرباط الصليبي. عايزين نطمن على محمد محمود بالتحديد من الناحيه النفسيه، واكيد الاصابه بالنسبه له ممكن تكون مؤثره مع بدايه مشواره مع النادي الاهلي، وكان في امال كبيره جدا جدا من الجماهير اللي كانت بتتابع محمد محمود في وادي دجله، عارفين مدى اهميه هذه الصفقه ومدى الافاده اللي كان ممكن يضيفها اللاعب لصفوف النادي الاهلي. طمنا على محمد محمود بشكل كامل. لا هو عامة قدر الله ما شاء فعل، وبعد كده هي صفقة فعلا كويسة، وحتى الإصابة إن شاء الله يتعافى منها ويرجع أقوى من الأول، وهو على ذمة النادي الأهلي، على قوة النادي الأهلي لغاية 5 سنين قدام. بالظبط. العطلة دي من عند ربنا سبحانه وتعالى، خلاص هو مؤمن يعني، فالأهم إن هو يتعالج صح ويعمل العملية بتاعته في حتة كويسة ويتأهل صح وخلاص. تم الاستقرار؟ إن شاء الله إحنا شغالين وفي تنسيق ما بين بيني وبين كابتن سيد عبد الحفيظ، وربنا يكرم الاهلي النهارده طبعا. بكره ان شاء الله هيروح سفاره وهنخلص الفيزا ويسافر الاثنين او الثلاث ماكسيموم يعني. المانيا ها؟ تم استقرار لعملياتكم في المانيا. افندم؟ العمليه هتكون العمليه الجراحيه بالنسبه لمحمد محمود هتكون في المانيا خلاص بشكل نهائي صح؟ ان شاء الله في المانيا. والتاهيل فيما بعد العمليه، التاهيل تم الاستقرار على مكان التاهيل بالنسبه للاعب؟ لسه التنسيق دلوقتي حصل على العمليه. العمليه ان شاء الله تعمل في المانيا. التاهيل طبعا اكيد ان انا هطالب بمعطل، اعتقد ان الاهلي عارف برضه ان التاهيل بره هيبقى احسن بكتير لمحمد محمود. اكيد. فبنصر برضه في المركز في المانيا برضه ان هو يتاهل فيه ان شاء الله، بس نخلص العمليه على خير ان شاء الله ونبتدي خطوه ثانيه خطوه. تمام. البعض قال ان كابتن نادر شوقي وكيل اللاعب يعني كان ليه بعض التصريحات ان ممكن الاصابه يتم اكتشاف ان هي مش رباط صليبي لما يتعرض الاشعه او تتعرض الاشعه ويتعمل اشعه جديده بالنسبه للاعب هناك في المانيا، هل الكلام ده صحيح ولا الامور ايه بالظبط؟ لا طبعا مش صح، ولا انا قلته ولا هو كتب في حته معروفه ولا اي حاجه، ده واحد بيجاوب بس. لكن لا الاشعه اول ما اتعملت بعتها المانيا وتاكد ان هو رباط صليبي ساعتها يعني، وبروك خارجي، والاثنين ان شاء الله هيتعملوا مشيئه الرحمن في المانيا عند دكتور فايلر. والنادي الاهلي عارف دكتور فايلر كويس، فيعني انا مطمن لحد ما ان شاء الله مشيئه الرحمن كلها مش كويس ان شاء الله. انا مش طبيب عشان اقول طبعا مش عادي صح ولا غلط، طبعا انا دوري ان انا اتاكد من حاجه ونفق مع اداره النادي الاهلي عشان نعمل احسن حاجه للعيب النادي الاهلي محمد محمود.
بالظبط. طيب هل الطبيب الالماني حط رينج مثلا المده اللي ممكن يغيبها محمد محمود من خلال هذه الاصابه لما شاف الاشعه؟ اي رباط صليبي دلوقتي حتى بنتكلم في 8 شهور ده اي رباط 8 شهور الدكتور بيقول لك 8 شهور تيجي بقى 6 تيجي 7 المهم ان هي في السيف سايد 8 شهور تمام ان شاء الله نتمنى له العوده سريعا وخصوصا ان هو احد اللاعبين البروميسنج بشكل كبير جدا للكره المصريه بشكل عام. طيب بالنسبه للجونه وحضرتك طبعا المدير التنفيذي للشركه المسؤول عن فريق كره القدم بنادي الجونه وضميته من النادي الاهلي كل من احمد حمدي واحمد ياسر ريان، هل في اتجاه لضم مزيد من اللاعبين من النادي الاهلي؟ هل في مفاوضات من قبل نادي الجونه؟ اكيد طبعا. مين بقى ممكن اللاعبين اللي يتم اضافتهم؟ لا مين دي صعبه شويه بس اكيد في تنسيق مع اداره النادي الاهلي لان برضه لعيبه النادي الاهلي بتدي اللي احنا عايزينه في نادي الجونه. ف يعني احنا شغالين مع اداره النادي الاهلي ان احنا برضه نخلص 2 لعيبه او 3 في الفتره دي. 2 لعيبه. هل المفاوضات في مراحل متقدمه مع النادي الاهلي؟ اكيد. دايما المفاوضات تبقى صعبه شويه في الاول بعد كده بتهدى بس ربنا يوفقهم النهارده الاول بعد كده نكمل بكره المفاوضات. يا رب ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. كابتن نادر شوقي طبعا انا بشكرك شكرا جزيلا طبعا وكيل اللاعبين ووكيل كمان لاعب النادي الاهلي محمد محمود تعرض لاصابه مؤخرا وكمان المدير التنفيذي للشركه المسؤول عن كره القدم بنادي الجونه بنشكره شكرا جزيلا واكيد بنتمنى له كل التوفيق. نرجع لاستاذ محمد درديري الناقد الرياضي بوكاله انباء الشرق الاوسط وكنا بنتكلم عن النادي الاهلي والتشكيل ورؤيتك للمباراه بشكل عام، لكن عايز اتكلم عن مستر مارتن لاسارتي وتقييمك للمباراتين اللي هو قادهم بشكل رسمي على النادي الاهلي سواء مباراه بيراميدز او مباراه سموحه المحليتين حتى الان. اكيد من السبب الاول ان احنا نحكم بشكل جيد على المدير الفني هو يعني قاد مباراتين مع النادي الاهلي في البطوله المحليه خسر واحده وكسب واحده ممكن احنا شايفين في تغيير في مستوى النادي الاهلي فنيا في المباراتين يمكن ظروف الاصابات والغيابات الكتيره بتاثر بشكل كبير على اختيارات المدير الفني بعد الاضافات الجديده اعتقد ان هنكون النهارده يمكن اول مباراه اختبار حقيقي للمدير الفني اول مباراه افريقيه هياخدها اعتقد ان مباراه اليوم هتدي بشكل كبير انطباع جيد لجماهير الاهلي عن الفريق بعد التدعيمات الجديده ووجود اكثر من لاعب يمكن على الاقل 3 لاعبين من الجداد هيشاركوا النهارده هم الثلاثه الموجودين اه اللي تم قيدهم حتى الان لسه في 4 اماكن دي طبعا لقطات لحسين شحات في مباراه الاهلي وسموحه المباراه الاخيره واللي قدر النادي الاهلي يفوز بنتيجه 1-0 بهدف علي معلول المتالق مع النادي الاهلي فور عودته من الاصابه. اتفضل. فبقول لحضرتك اكيد لسه قدامنا فتره طويله عشان نقدر نحكم على المدير الفني وكان هناك بعض البوادر الجيده جدا بوادر جيده اكيد طبعا تتمثل في ايه؟ التشكيل مختلف طريقه اللعب مختلفه في اداء هجومي للنادي الاهلي في المباراتين ضغط كبير على الفرق الخصم بطول الملعب وده شيء ما كناش بنشوفه يمكن فترة الاخيره النادي الاهلي يمكن هو الشيء اللي بيعيبه ان في بعض هبوط في الاداء في الشوط الثاني بنلاحظناه في المباراتين اللي اتلعبوا لحد دلوقتي ممكن يكون ضغط احمال بدنيه اجهاد لبعض اللاعبين مع تولي المباريات في الفتره الاخيره اعتقد ان الجهاز الفني قادر انه يعالج الشيء ده في الفتره اللي جايه ويمكن هنشوف مباراه النهارده بشكل كبير الاداء كلنا بننتظر اداء جيد من النادي الاهلي في اول اختبار حقيقي في البطوله الافريقيه. يا رب ان شاء الله تكون بدايه جيده للنادي الاهلي في دور المجموعات لكن النهارده تواجد الجمهور اكيد هيكون شيء مهم بالنسبه للنادي الاهلي 10,000 مشجع هيكونوا متواجدين ان شاء الله في مباراه النهارده، ايه اللي حابب تقوله لجمهور النادي الاهلي لمساندته للفريق في مباراه مهمه زي دي؟ اكيد وجود جمهور النادي الاهلي مهم جدا وان كان 10,000 مش هو العدد الكبير اللي احنا نامل انه يكون موجود لكن في النهايه الامن فرض علينا 10,000 متفرج. بقول لهم الجمهور يشجع النادي الاهلي فقط ما يلتفتش لاي حاجات ثانيه، اي حد كان او اي شخص بيهاجم النادي الاهلي او كده مجلس اداره النادي الاهلي قادر بالطرق القانونيه انه وده اللي بيحصل دلوقتي بالظبط انه يقدر يضع كل شخص في حده. اعتقد ان النادي الاهلي جمهوره مهمته النهارده تشجيع النادي الاهلي لاخر نفس ولاخر دقيقه. مباراه صعبه جدا بالعكس احنا لو جبنا هدف نحاول نعزز بالثاني وبالثالث لضمان صداره المجموعه. تشجيع النادي الاهلي لاخر لحظه وعدم الالتفات لاي اشياء بعيده عن كره القدم طبعا. في نفس المجموعه دي سيمبا التنزاني فاز النهارده على فريق شبيبه الثوره الجزائري بنتيجه 3-0 هناك في تنزانيا، هل ده يدي مؤشر قوي بمدى قوه فريق سيمبا التنزاني وانه هيكون منافس في هذه المجموعه مع النادي الاهلي وفيتا كلوب الكونغولي؟
اكيد طبعا. يمكن مجموعه النادي الاهلي فيها ثلاث فرق جماهيريه، يعني ثلاث فرق عندهم اجواء جماهيريه، سواء في تنزانيا هتلاقي الملعب ممتلئ عن اخره، في الجزائر اكيد طبعا، وفي الكونغو. مباراه مجموعه الاهلي مش سهله زي ما الناس متخيله او بتتصور ان المجموعه سهله، لا، عندها ثلاث فرق قويه. سيمبا التنزاني في الفتره الاخيره بيؤدي باداء جيد جدا، وبقى مصنف على المستوى القاره الافريقيه، واحنا يمكن شفنا ان النهارده قدر يكسب 3-0 على ارضه وسط جمهور. النادي الاهلي يعدي مباراه النهارده على خير ويحقق ثلاث نقط، وبعد كده نفكر في المباراه اللي بعدها سواء في الجزائر او لما يجي لنا سيمبا هنا. يمكن ترتيب المباراه انا شايف انه جيد جدا للنادي الاهلي، انه اول طبعا اول مباراه هنا على ارضه، وبعدين يروح يلعب مع الجزائر بره. يمكن بعد الهزيمه الثلاثه النهارده فرصه ان النادي الاهلي يحقق نتيجه ايجابيه هناك ويرجع. هل هي فرصه ولا هتزيد المباراه صعوبه، خصوصا الفريق ده هيبقى عايز على الاقل ان هو يكسب المباراه دي عشان الخساره الكبيره اللي تعرض ليها النهارده؟ اكيد، بس يمكن خبره النادي الاهلي الافريقيه هترجح كفته هناك. يمكن احنا شفنا صعب سيمبا، مش هو برضو الفريق اللي يقدر يحقق، يعني النتيجه كانت مفاجاه لينا كلنا. انا قلت ممكن يكسب واحد او اثنين، لكن ثلاثه كتير. يمكن ده برضو بيدي مؤشر ان المستوى الجزائري مش بنفس قوه الفرق المقدمه في الجزائر في الفتره الاخيره. دي فرصه النادي الاهلي يحقق نتيجه ايجابيه هناك كمان في الجزائر، ويجي يكسب سيمبا هنا في الماتش الثالث، يبقى انت كده متاهل وضمنت تاهل مبكرا للادوار اللي بعد كده. عكس الموسم الماضي اكيد طبعا كانت الامور صعبه شويه على النادي الاهلي. طيب في وجهه نظرك كيف يتم حل ملف الاصابات داخل النادي الاهلي؟ يمكن ملف متشعب شويه. يعني الناس كتير بتدي اتهامات لطبيب النادي الاهلي، انا شايف ان هو ملوش ذنب برضه في حاجات كتير. الراجل مظلوم بصراحه في القصه. النادي الاهلي بيعاني من الاجهاد، تولي مباريات بشكل كبير في الفتره الاخيره، ما لعيبه كتير ما خدتش راحه، الى جانب بعض ارضيات الملاعب السيئه بتاثر برضه على مستوى اللاعبين، بتاثر على الاصابات. يمكن جهاز فني جديد، في مدرب احمال جديد، اعتقد ان الفتره الجايه هيتم دراسه احمال اللاعبين، كل لاعب على حده هيبقى له ملف كامل. بيحتاج ايه من التدريبات عشان نتجنب الاصابات دي الفتره اللي جايه في النادي الاهلي. اعتقد ده شيء مهم جدا، ندي فرصه للجهاز الفني ومدرب الاحمال الجديد انه يعمل، وان شاء الله نتمنى ان الاصابات الكتيره في النادي الاهلي تقل الفتره اللي جايه. بصراحه عدد كبير جدا ما شفناش كده قبل كده في النادي الاهلي. نتمنى ان يتم علاج الاصابات في اقرب وقت، وعوده لكل اللاعبين الغائبين. وطبعا اصابه محمد محمود اصابه كبيره جدا، يعني كان الصدمه اثرت نفسيا في كل الاهلاويه بصراحه. صحيح، وحتى غير الاهلي والله، ناس كتير اكيد كل جمهور الكره المصريه. لاعب مهم لاعب مهم جدا للنادي الاهلي ومبشر ومهم لمنتخب مصر، وشارك في الفتره الاخيره مع المنتخب. اعتقد ان هو صغير في السن، قدامه فرصه انه يرجع، وبالاراده والعزيمه انه يقدر يرجع مره اخرى ويرجع احسن من مستواه قبل الاصابه ان شاء الله. في رؤيتك متى يتخلص النادي الاهلي من هذه الفتره الصعبه اللي اعتقد طولت شويه في ظروف خارجه عن اراده الجهاز الفني واللاعبين ومجلس الاداره وكل من ينتمي للنادي الاهلي؟ يمكن يعني نتمنى الفتره الجايه خلال شهر ونص يكون ملف الاصابات في النادي الاهلي انتهى تماما، يعني غير اصابه محمد محمود اكيد هتطول شويه. هل الموضوع متعلق باصابات بس ولا متعلق بعدم توفيق بيحالف النادي بشكل عام؟ الاثنين، يعني الاصابات دي اصابات، ده قدر طبعا. يعني في ناس بتقعد تتكلم عن حاجات غريبه وبتتكلم على دي، احنا طبعا الكلام ده غير صحيح. النادي الاهلي بيتكلم على الكلام ده خالص يعني. لكن هي سوء توفيق اولا واخيرا من اللاعبين، ومع تولي المباريات والاجهاد اكيد ده بيأثر بشكل كبير. نتمنى خلال الفتره اللي جايه خلال شهر ونص يكون ملف الاصابات ده كله ان شاء الله، كل لعيبه جاهزه مع النادي الاهلي، ويرجع محمد محمود لفريقه. يمكن برضه سوء حظ غريب اول مباراه ليه، ان شاء الله يرجع واحسن من الاول ان شاء الله. نتمنى له كل التوفيق والسلامه يا رب، سواء محمد محمود او كل اللاعبين اللي عندهم اصابات مختلفه في صفوف النادي الاهلي في هذه الفتره. في حاله عودتهم كلهم يبقى النادي الاهلي يمتلك قائمه رائعه من اللاعبين بشكل عام، كلهم يكونوا متاحين لمستر لاسارتي فيما هو قادم من مباريات. توقعاتك للمباراه النهارده؟ زي ما قلت مباراة صعبة، بس أتوقع إن شاء الله إن الأهلي يقدر يحقق الفوز بهدفين إن شاء الله النهارده. مين اللاعبين اللي من وجهة نظرك ممكن يكونوا مؤثرين في صفوف النادي الأهلي في مباراة اليوم أو على مدار كمان المباريات القليلة السابقة؟ أكيد طبعًا صفقات كده، حسين الشحات ورمضان صبحي هيبقى لهم دور بشكل كبير، ونتمنى مروان محسن يسجل النهارده ويبقى استمرار للمستوى الفترة الأخيرة، يعني سجل في أكتر مباراة، نتمنى إنه يتواصل تسجيله النهارده ويرجع للمستوى المعروف، وكل النادي الأهلي التوفيق النهارده إن شاء الله. بخلاف مروان، بخلاف الصفقات الجديدة، مين اللاعب اللي ممكن يصنع الفارق مع النادي الأهلي بخلاف الصفقات الجديدة؟ أكيد في لعيبة كتيرة في النادي الأهلي. زي من وجهة نظرك عمرو السولية في نص الملعب وهشام محمد يبقى عليهم دور كبير جدا، انه يبنوا هجمات بشكل كويس ويقدروا يصدوا هجمات الفريق الكونغولي، فريق قوي وعلي جدا. معلول اعتقد وعلي طبعا، علي الجبهه اليسرى
عودته كانت ايجابيه بشكل كبير للنادي الاهلي، وقدر في المباراه الاخيره انه يسجل هدف الفوز. اتمنى ان هو يستمر الفتره اللي جايه على نفس المستوى، عائد من اصابه وغياب فتره طويله. فوجئنا ان هو ما شاء الله مستواه كويس، وهيخش في المباراه فورمه المباراه بسرعه. علي معلول برضه لاعب مهم جدا للنادي الاهلي، اتمنى ان هو يستمر على المستوى ده ويحقق حاجات ايجابيه للنادي الاهلي الفتره اللي جايه. اخيرا النتيجه كام ان شاء الله؟ هو طبعا التوقعات صعبه، بس اتمنى فوز الاهلي ان شاء الله، يعني توقعات لفوز الاهلي 2-0 يا رب يا رب ان شاء الله. استاذ محمد درديل الناقد الرياضي بوكاله انباء الشرق الاوسط، بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. شكرا جزيلا. طبعا دي كانت حلقتنا النهارده من برنامج كلام في الميديا، اتكلمنا في العديد من الامور من خلال العديد من الفقرات، وكانت اخر فقره معانا هي فقره الضيف، واللي اتكلمنا فيها بالتحديد وبالاخص عن مباراه الاهلي وفيتا كلوب الكونغولي النهارده، واللي نتمنى فيها كل التوفيق للنادي الاهلي في بدايه قويه وجيده في دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا ودور 16 بالتحديد. بدايه هتبقى دافع قوي لاستكمال هذه البطوله وحصد هذا اللقب الغائب عن دولاب بطولات النادي الاهلي لاكثر من 5 مواسم. نعتذر لكم لو الريتم بتاعنا كان سريع النهارده، لان كان معانا العديد من الاخبار الهامه جدا، واللي حاولنا بقدر الامكان ان احنا نتكلم في كل تفاصيلها. دي كانت حلقتنا النهارده، استنونا حلقه جديده من كلام في الميديا، الى اللقاء.